Bismillah. Tamrin al-awwal. Ifrid halan taj'aluha mushabbihan li kull min at-taratib al-atiyah, thumma ajri al-isti'arata fi khamsi fi khamsati tarakib. Innaka la tajni min ash-shawk al-anaba. Inaba. Anta tanfuku fi ramadi. لا تنثرر درة أمام الخنازير ينبغي الصيد في إري سد الأسد لا ينبغي الصيد لا ينبغي الصيد في إري سد الأسد أخذ القوس باريها استسمنت لا ورمين أنت تضرب في حديد بارد هو يبني قصورا بغير أساس لكل صارم نبوة لا يلده المؤمن من حجر من جحر مرتين المورد الأزب كثير الزهام اقلها وتوكل أنت تحصد ما زرعت ألقي دلوك في الدلاء يخربون بيوتهم بأيديهم فاعتبروا يا أولي الأبصار إن الحديد بالحديد يفلح لا بد للمصدور أن ينفث لكل جواد كبوة ومن قصد البحر استقل سواقيا أحشفا وسوء كيلة افرض حالا لإنسان لمجتمعين تجعل تلك الحال مشبها لكل من التراكيب الآتية هذا مشبه به ثم أجري الاستعارة في خمسة تراكيب إنك لا تجني من الشوك العنب إنك لا تجني من الشوك العنب جنايني من قطع يكتب لقاتي الثمر نستعمل جنايني إنك لا تقطع من الشوك لا هناك الشوك لا تجني من الشوك العنب لا تجني من الشوك العنب إذا عملت عملا في مجتمع وهذا العمل ليس مفيدا هناك فنقول إنك لا تجني من الشوك العنب صحيح وإذا نقدت أحدا نقدا لازعا فأنت تحسب أنه يكرمك صحيح. أنه يكرمك هذا لا يمكن صحيح. فنقول إنك لا تجني من الشوك العنب شوك جمع شوكة أنت تنفق في رماد تنفق في رماد 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 النار سورس أنت تنفق في رماد لا يكون هناك شيء صحيح تنفق في رمادين إذا كنت تعمل عملا لا يفيد إذا كنت تعمل عملا لا يفيد أنت تنفق في رمادين لا تنصر الدر أمام الخنازير نصر الدر درر لا تنصر الدر أمام الخنازير لا ينبغي الصيد لا ينبغي الصيد في إريسة الأسد لا ينبغي أن تصيد لا ينبغي أن تصيد في إريسة الأسد إريسة منه معسد إريسة منه معسد مكان الأسد لا ينبغي لأحد أن يصيد في إريسة الأسد هناك أسد موجود لا ينبغي الصيد في إريسة الأسد أخذ القوس باريها
اخذ القوس باريها کام کرنے والے کے ہاتھ میں کام آ گیا کام کرنے والے کے ہاتھ میں کام آ گیا قوس آیا باری کے ہاتھ میں صحیح الذي ابريها صحیح اخذ القوس باريها الذي ابروها قصها الماهر اخذ القوس ماهرها باري ماهر الذي ماهر في باري استثمنت ذا ورمين استثمنت ذا ورمين رجل متورم له ورم انت تقول هو سمين هو ليس بسمين هو ذا ورمين هو ذو ورمين استثمنت يعني حسبت رجلا ذا ورمين انه سمين حسبت رجلا ذا ورمين انه سمين استثمنت ذا ورمين استثمنت ذا ورمين اذا كان خطيب هكذا جاهل يا موسى خطيب جاهل كلا هكذا هناك چوغا ما شاء الله سرما هكذا هناك لكير هكذا وانت تحسب هو انه عالم كبير انت تستثمن ذا ورمين هو ورم هذا له ورم ليس سمين انت تضرب في حديد بارد تضرب في حديد هذا حديد بارد تعمل عملا لا يفيد ذلك هو يبني قصورا بغير اساس يبني قصورا بغير اساس صحيح له اساس لكل صارم نبوه لكل صارم سيف صارم قاطع قاطع سيف قاطع نبوه انك صارم نہ ہو سيف قاطع نبوه دندانے لگتے صحيح لكل صارم نبوه وكل صارم ہر ایک تلوار واپس آتی ہے کبھی صحیح لكل صارم نبوه یعنی كل صارم لا ليس ضروري ليس كل صارم هو يخطا هو ليس ضروري ليس ضروري ان يخطا كل صارم لكل صارم نبوه لا يلدغ المؤمن من جهر مرتين لا يلدغ المؤمن يعني لا يخدع المؤمن لا يخدع اذا خدع فخدعة الاولى يمكن ولكن خدعة ثانية لا يمكن المورد العذب كثير الزحام المورد ما مورد اذا كان عذبا فيكون كثير الزحام يذهب الناس هناك بزحام هناك بكثرة كثير الناس المورد العذب كثير الزحام كثير الازدحام ناخذ منه يعني مثلا هناك عالم مفيد الناس يذهبون اليه المورد العذب كثير الزحام كثير الزحام زحام مثلا رشيد داوودي كثير الزحام هذا حامي جاهل هو اجهل الناس لا يستطيع ان يقرا آية واحدة ولا يحسن قراءتها المورد اعظم يعني الناس انما يجتمعون في هذه الاحوال في كشمير حول موردين ليس بعظم يعني ليس بموردين يجتمعون حول السراب المورد الاعظم كثير الزهر اتما چاسی تک سن پوری جان یقیلھا وتوکل یقیلھا وتوکل یقیلھا دی ناقہ ثم توکل اللہ انت تحسد ما زرعتا الشیء الذی زرعته انت تحسد جو بوگے او کاٹ پاؤ انت تحسد حسد یحسد من قاطع یقطع ما زرعتا كيف تدين تدان كيف تدين تدان كيف تدين كيف تدين تدان جیسا کرو گے ویسا کرو انت تحصد ما زرعت القي دلوك في الدلاء القي دلوك في الدلاء دلاء دلا جن مطلبون اچھا ال کے دل وقت دلائے
as in room kya hai? Do as in room. Do as room. Do as room. Kya hai? While in room. While in room. While room. Do as in room. Do. Al kidal. Al kidal. Baqar fi dilai. Sahi. Fi dilai. يُخَرِّبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ يُخَرِّبُونَ خَرَاب صحيح خَرَاب يُخَرِّبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ يُخَرِّبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے اس گھر کو آگ لگی اپنے چراغ گھر کے چراغ سے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ يُخَرِّبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ إِنَّ الْحَدِيدَ بالحديد يفلح معنى يقطع ان الحديد diamond cuts diamond ان الحديد بالحديد يفلح فلح ايضا يحسن اذا يضرب مرات يعني كي عند حداد ويجعله اخيرا بشكل في شكل خاص يعني يجعله لا لا الحديد يفلح بالحديد الاشياء كثيره منه لا 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 فلا حمنا يقطع اذا اردت ان تقطع الحديد تقطع بالحديد بالحديد دايموند كتس تقطع لماذا هنا لفظان مرادفان يقطع ويقطع يقطع يقطع نقول بالكشميريه يمكن فلية حل 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 منه فلاح لانه يقطع الارض صحيح فلاح يقطع الارض اوكي فلاح من قاضي لانه يقطع المسائل فلاح يقطع المسائل لا بد للمصدور ان ينفس لا بد للمصدور الذي كان في صدره مرض لا بد ان ينفس لا بد للمصدور صاحب العلم لا بد ان له ان يتكلم بالعلم ان كل شيء ما يكون في صدره يخرج لا بد للمصدور ان ينفث والنفس يكون ب اذا كان معه بصاق النفخ يكون بدون بصاق والنفس يكون بالبصاق لا بد للمصدور ان ينفس لكل جواد كبوت جواد نہ ہو الفرس العتیقہ الفرس العتیقۃ الجیدہ کیا بات منو دڑکنا گرنا ہر ایک جواد ہم نے بولا بھی ولكل عالم حفوه لكل عالم حفوه ولكل جواد لكل عالم حفوه لكل صارم نبوة ولكل جواب كفر حفة حفة هو خطبات تفردات تفرد لكل عالم بعض الناس فقط يجمعون الخفوات فيكون هذا هو هو لكل عالم حفة ومن قصد البحر استقل السواقية استقل السواقية إذا أنا قصدت البحر القاهر انا احسب هذه الانهار قليله الانهار قليله الذي قصد البحر صحيح هو يستقل يحسب قليله صحيح السواقي منه الانهار صغيره صغيره صحيح ومن قصد البحر استقل السواقي انهار استقل السواقي اسکا وہ ڈوز ہوتا ہے نا کون ڈوز ہائی ڈوز ہوتا ہے اس کو دوا کران کی احشفن وسو اکیلت احشفن وسو اکیلت مانا حضا احشف منا وہ ردی ردی خجور اور وہ بھی ڈنڈ مائرت آخر ردی خجور بھی اس دی ڈنڈ مائرت احشفن احشفن وسو اکیلت جو تمر ہوگا نا ردی تمر ہے پھر اس میں بھی کیا کرتا ہے چھون دیوا تھا خون نہ آکا بہل تے بیا ٹھلل آکا بہل 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 کام کریں گے بیا ٹھلل ٹھلل آہا شفن و سو اکیلت آکا آکا نخس تے بیا ڈول ڈول دو نتلوز نخس
مثل سا نقد بس بچار بس تھوڑا بہت نا کمزور یہ تلن بچار ہم سے نا سو اسی واری بھاری مش پکنا وے بس تم سے تل جول پہ ترا تے سو سی اگو نا کر بیٹا ہوتا جول جول ہاشا پن وسو اکیلا تین ہاشا پن وسو ہادی یعنی درر صحیح کم مثلا هناك عالم له حفة قال هناك تفردات او هو اخطا عالم اخطا تقول لكل جواد كبر لكل جواد كبر بين نوع كل استعارة من استعارات الاتية وأجرها قال المتنبي غاد الوفاء فما تلقاه في إدة وأعوز الصدق في الأخبار والقسم والقسم قسمي قسم مال قسمي والقسمي قال المتنبي إذا ما الجرح رم على فساد تبين فيه إهمال الطبيب وقال الشاعر متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم وقال تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور وجمعناهم جمعا وقال البارودي في لجة البحر ما يغني عن الوشد وقال آخر ومن ملك البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد وقال أضاءت لهم أحصابهم ورجولهم دج الليل حتى نظم الجزء ثاقبه وقال الشاعر ومن خطب الحسنى لم يغله المهر وقال المتنبي إليك فإني لست ممن إذا ابتقار إذا ذا الأفاعي نام فوق الأقارب أنت كمستبزغ التمر إلى حجر وقال المتنبي وتحيي له المال الصوارم والقنا ويقتل ما تحيي التبسم والجدى وقال يخاطب سيف الدولة ألا أيها السيف الذي ليس مغمدا ولا فيه مرتاب ولا منه عاصم لا يضر الصحابة نباه الكلاب لا يحمد الصيف كل من حمله وذي رحم قلمت أظفار زغنه بحلمي منه وهو ليس له حلم لا تعدم الحسناء مأذاما ربنا افرغ علينا صبر وتوفنا من المسلمين. طيب بينا كل استعادة من استعادات وجهها. قال المتنبي غاد الماء غاد من هو غاد الوفاء من قل وغيد الماء وقضي الامر غيد الماء غاد الماء قل غاد من هو هذا ما كان على الارض الان غاد الوفاء قل الوفاء فما تلقى هذا الوفاء لقي يلقى صحيح. لا تلقاه في عدة إذا من وعد وعد يعيد وعدا وعدة وعز يعيز وعزا وعزة فلا تلقى هذا الوفاء في الوعد في الوعد حيث وعد الناس أنت لا تلقى هذا الوعد صحيح وافيا بل غاد قل الوفاء فما تلقى الوفاء في الوعد وأعوز أعوز منه كذلك قل أعوز عز وقل وأعوز الصدق أصبح قليلا وفاء أصبح قليلا صدق أصبح قليلا في الأخبار والقسم هاي سؤال الناس يخبرون يعني لا يكون فيه صدق هاي سؤال أقسموا يقسمون بالكذب يقسمون بالكذب ويخبرون بالكذب أنت تكون في سرينجر فأنت تقول على الجوال أنا في إسلام آباد مضبوط إسلام آباد وقال البحتري
اذا مل جرح رم على فساد هناك جرح صحيح ولكنه رم على فساد فساد موجود صحيح لكن اسكرول صحيح صحيح جرح موجود اذا مل جرح رم رم اي مطلب اس کو ٹھیک ہو گیا لیکن ٹھیک اس پہ ہو گیا فساد پر فساد میں باقی ہیں اذا مل جرح رم اصبح صالحا فوقه ولكن في داخله فساد في داخله فساد پولوشن وہی ہے صحیح تبين فيه اهمال الطبيب يتبين فيه ان الطبيب هو الذي اهمل في هذا الامر صحيح تبين ولو كان هناك جهل في كشمير جهل في كشمير وعلى الجهل اصبح الجهل علما تبين فيه اهمال العلماء تبين فيه اهمال ترك ترك اهمل من تركه اهمال الطبيب اذا مل جرح رم على فساد رم على فساد تبين فيه اهمال الطبيب آپریشن کرنا کیا جی سنوس تے تھی پر جو سٹی ہے اس کو بی پرابلم کیا سا گیا کیا جو تے تھی ازا اهمال الطبيب اذا مل جرح رم على فساد تبين فيه اهمال الطبيب متى يبلغ البنيان يوما تماما لا يمكن هذا ان يتم هذا البنيان صحيح ان يتم متى يبلغ البنيان يوما ما تماما هو اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه وغيرك يهدمه انت تبني في النهار وغيرك يهدمه في الليل متى يبلغ تماما هو وقال تعالى اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم وقال تعالى وتركنا بعدهم يومئذ يموج في بعض ونفق في الصور فجعلناهم جمعا تركنا بعدهم يوم يموج في بعض ما جاء غاسة يجري كالموجي كالموجي يموج في بعض ونفق في الصور ثانية فجمعناهم جمعا جمعناهم تكون شيخ اين الاستعارة في اين الاستعارة في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم هذا الاستعارة ناني نستعمله في اي مكان صحيح اهدنا الصراط المستقيم في اي مكان نستعمله صحيح اهدنا الصراط المستقيم اذا كان هناك فساد في الناس وقال البارودي في لجة البحر لجة مار كثير صحيح لجج في لجة البحر ما يغني عن الوشلي الوشل مثل ما هو الماء القليل اذا كان بحر هناك الماء القليل ليس بشيء هذا كم مثل من قصد البحر استقل السواقية من قصد البحر استقل السواقية وقال في لجة البحر لجة البحر يغني عن البشر عن الماء القليل الماء الكثير يغني عن الماء القليل إذا كان ماء كثيرا لا نحتاج إلى ماء القليل في لجة البحر ما يغني في عن البشر وشل إذا كان عندك كثير موجود لا تحتاج إلى قليل وقال آخر ومن ملك البلاد بغير حرب من ملك البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد easy come and easy go easy come easily آیا easily گیا وَمَنْ مَلَكَ الْبِلَادَ بِغَيْرِ حَرْبٍ يَهُونُ عَلَيْهِ خَانَ يَهُونُ يَسِيرٌ عَلَيْهِ بَسِيطٌ عَلَيْهِ تَسْلِيمُ الْبِلَادِ کما فعال ہے یعنی ایم ایم اے پھر فی باکستان مازد تو بولا دی پی ٹی اے ایم ایم اے یعنی الَّذِي لَا يَعْمَلُ شَيْئًا جَاءَ إِلَيْهِ الْمَال صحیح مثلا انا جَاءَ إِلَيْهِ مَالُ أَبِي جَاءَ إِلَيْهِ
وأنا لا أستهين به. Easy come, easy go. أزاءت لهم أحسابهم وجوههم. أزاءت من أشرقت. منور كيا. نورت لهم أحسابهم ووجوههم دج الليل. ظلمات الليل. أحسابهم ووجوههم أشرقت لهم نورت لهم دج الليل. ظلمات الليل. حتى نظم الجزء ثاقبه. نظم من هو؟ منظم كيا. فرويا. الجزء من خوف. جزء من هو؟ الخوف. ثاقب من هو؟ يجر سراغ بنانے والا. سراغ بنانے والے نے خوف کو منظم کیا. خوف کو منظم. اس کو پرویا. خوف کو پرویا. خوف وٹن. صحیح. اضاءت لهم احسابهم ووجوههم دجلائل. دجلائل میں ہوتا ہے خوف. صحیح. اب جو وہاں کا ثاقب تھا جو یہ چھیتا ہے اس نے خوف کے تمام چیزوں کو پرویا باندھ کے رکھا ہو گئے ختم یعنی وٹت ہو اشیاء الذي يكون منتصرا نثر و نظم نثر يكون منتصرا و انت تاتي بخيط و انت تنظم هذه الاشياء المنصوره صحیح تو چھتاں بیٹھی تھی ایم تو خوف میں بیٹھے اذات لهم احسابهم وبوجوههم دج الليل حتى نظم الجزع ثاقبه وقال الشاعر من خطب الحسناء لم يغله المهر من اراد ان يخطب الحسناء نساء يعني المراه الحسناء يريد يخطبها ينكح بها المهر لا يغله لا يكون المهر له غاليا المهر لا يكون له غاليا مهما هي طلبت لحسنها وجمالها هذا لا يكون غاليا هذا لا يكون غاليا ومن خطب الحسناء لم يغله المهر من خطب الحسناء لم يغله المهر وقال المتنبي إليك فإني لست ممن إذا اتقى عزاز الأفائي نام فوق الأقاري إليك إليك كوني بعيدا مني كوني بعيدا فإني لست من هؤلاء الناس من ذلك من هؤلاء الناس ممن إذا اتقى احتفظ عزاز الأفائي جو سانپوں کے کاٹنے سے بچتا ہو سانپوں کے کاٹنے سے بچتا ہو افعاج ما افعائی ازدہا الیکی فانی لست ممن اذا اتقا جب بچے وہ ازاد الافعائی قطع الافعائی اذا قطعت الافعائی هو لا ينام على فوق الأقارب لا ينام فوق الأقارب وہ بچھو پر نہیں سوتا ہے جو افائی کے کاٹنے سے ڈرتا ہے وہ بچھو پر نہیں سوتا ہے نہیں سوتا ہے ہنک یعنی دھوکے سے بچنا ہے دھوکے سے بچنا ہے الیک انی فانی لست ممن اذا اتقى عزاز الافائی نام فوق الأقارب نام فوق الأقارب انت کا مستوضع تمر الی حجر انت کا ناقل تمر استوضع جعل البضاعۃ فی علبۃ مثلا فی کیس و ارسل هذا الکیس الی حجر و حجر ہونا کا مکان فی جزیرہ العربیہ حیث یوجد التمر بکثرۃ صحیح یوں تمر بے ہوا یرسل الیہم التمر یرسل الیہم لست انت کا مستبد تمر الہ حجر دہلی کا کوئی سیٹ مجھے سے بھیجے گا وہاں سے انت کا مستبد لا حاصل کام کرنا لا تأکل التمر عند الحجر ان
عندك مستبزئ التمر انت تاكل التمر عند الحجر حجر هو مكان مكان حيث يوجد التمر بكثره هذا ما قال من اخوه يوسف حينما اخوه يوسف ذهبوا الى يوسف وجعل يوسف بضاعتهم في رحالهم جعل يوسف بضاعتهم في رحالهم فلما رجعوا الى كنعان وقالوا لياقوب هذه بضاعتنا ردت الينا هذه بضاعتنا ردت الينا هكذا كتب ابن عبد ربه ابن عبد ربه هو كان من اندلس اندلسي وكتب كتابا اقد الفريد هل اقد الفريد اقد الفريد هذا في اجزاء وفيه ذكر ثقافه العرب حروب العرب ايام العرب اشعار العرب وارسل هذا الكتاب الى العرب فقال العرب هذه بضاعتنا هذه بضاعتنا ردت الينا وقال المتنبي اسكت كما كاتب بالاردية ميري بلي موسى مياو ميري بلي موسى وتهي له المال السوارم والقنا ويقتل ما تهي التبسم والجدا وتهي احيا يهي تهي السوارم جمع صارمة صارم صارم السيف الصارم السيف القاطع والقنا رما هي التي تهي له المال تكسب له المال يعني السوارم السيوف والرماح هي التي تكسب المال له تهي له المال ويقتل ما تهي التبسم والجدا ويقتل ما تكسب التبسم بالتبسم انسان يكسب بالجدا سخاوت سے انسان هو يكسب ولكن هذا السوارم والقنا هي تهي له المال تهي له المال السوارم والقنا ويقتل ويقتل اي ويقتل يقتل تبسم ويقتل ارے وہ تلواروں سے اور تیروں سے مال جمع کرتے ہیں لیکن جب ان کے سامنے کوئی تبسم کرتا ہے یہ اس مال کو قتل کرتے ہیں اس مال کو انفاق کرتے ہیں یقتلو التبسم والجدا جدا بناو سخاوت ما تحی ما تحی المال ویقتلو ما تحی الما السوارم والکنا التبسم والجدا مال مفعول بھی سوارم فاعل کنا فاعل کذلک یقتلو فعل تبسم فاعل تبسم جو قتل کرتا مال والجدا وتهي له المال اصل وتهي السوارم والقنا له المال ويقتل التبسم والجدا له المال وقال يخاطب سيف الدولة الا ايها السيف الذي ليس مغمدا هو سيف الدولة صحيح خليفة قال يا ايها السيف يا سيف الدولة الا ايها السيف الذي لا لا ليس مغمدا ليس في غمد صحيح انت لست في غمد ولا فيه مرتاب ولا منه عاصم ولا فيه ارتياب شك ولا منه عاصم اور کوئی ان سے بچانے والا بھی نہیں نہ میں اس کو شک ہے نہ اس سے کوئی بچا سکتا ہے الا ايها السيف الدولة الذي ليس مغمدا هذا السيف ليس في غمد ولا فيه مرتاب ليس في ارتياب وشك ولا منه عاصم ولا منه کوئی اس تلوار سے بچنے والا نہیں بچانے والا نہیں لا يضر الصحابة نباح الكلاب صحاب لا يضر نباح الكلاب نباح نبح نباح نبح القلب نبحا لا يحمد السيف كل من حمله كل من يحمل السيف السيف لا يثني عليه صحيح ہر ایک کوئی تلوار اٹھائے تو وہ کچھ کام کرے گا صحیح هذا السيف لا يحمد كل انسان السيف بالسيف لا سعيد بالسيف
السيف بالساعد لا الساعد بالسيف لا يحمد السيف كل من حمله لا يحمد السيف كل من حمله يمكن أن يكون صاحب السيف جبانا بذل هوگا أو يكون جاهلا كيف يضربه فهذا السيف ليس خطأ للسيف خطأه هو لا يحسن الذي لا يحسن في الدرب السيف وذي رحم قلمت أزفار ذقنه وذي رحم ذي رحم أقارب أشيرة وذي أشيرة وأشيرة قلمت قطعت أزفار ذقنه أزفار حسده زفن جمع أزفار ذقن من حسد شديد أنا قلمت أزفار ذقنه أزفار حسده كلما يكلم التقليم تقليم الأزفار وذي رحيم يعني رب ذي رحيم رب قريب لي أنا كلمت أزفار ذقنه بحلمي عنه أنا جعلت نفسي حليما عنه وهو ليس له حلم لیکن حلم اس کے لیے حلم نہیں ہے صحیح اس کے لیے خوازو ذکن حاضر ہے حلم اللہ وذی رحیم قلمت ازفار ذکنہ بحلمی عنہ وہو لیس له بحلمی لیس له حلم لا تعدم الحسناء الزعم کتنی ہی حسین نہ ہو وہ مذمت اس کو مذمت کرنے والے کوئی نہ کوئی ہو من الزام لا تعدم الأسناء وزام من عيب ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وكان شيخ تشلي ما له مدد نعم عارف شيخ تشلي نعرف نعم كيا مدد اور شیخ چلی کا واقعہ ہے نا اس کی جو عورت تھی دونوں سے شکر شیخ آپ کچھ بھی نہیں ہیں دونوں سے کہتے ہیں میں آج نفرا آسمان میں بڑھا کچھ نفرا گو سو تو وہ سوئے سب بھی تو وہ خلو خلو رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم 70 فقال جابر بن رالان السندسي لعمرك ما أحزى إذا ما نسبتني إذا لم تقل بطلا علي ومينا ولكنما يخزى امرؤ تكلم إسته قنا قومه إذا الرماح حوينا فإن تبغضونا بغزة في صدوركم فإنا جدعنا منكم وشرينا ونحن غلبنا بالجبال وعزها ونحن ورثنا غيثا وبدينا وأي سنايا المجد لم نطلع لها وعنتم غضاب تحرقون علينا وقال جابر بن رعلان السنبسي لعمرك أنا أقسم بأمرك أمر وعمر بمعنى واحد صحيح. ولكن إذا كان في القسم لا نقول لأمرك لعمرك بفتح العين هذا فرق بين أمر وعمر من القسم وغير القسم لعمرك ما أخزى خزى أخزى يخزي إخزان أزل يزل صحيح ما أخزى أنا لا أكون في ذلة لا أهون لا أذل إذا ما نسبتني إذا ما نسبتني إلى آبائي وأجدادي أنا لا أكون في خزلان في هوان إذا لم تقل بطلا علي ماينا إذا لم تقل أنت باطلا بالنسبة إلي وماينا وكذبا ماينا وكذب إذا لم تقل مينا كذبا أو باطلا بالنسبة إلي أنا لا أكون أخزن لا أكون ذليلا
إذا ما نسبتني إلى الآباء والأجداد. ولكنما يخزى أمرون ذلك الشخص هو الذي في خزين. صحيح. في خزين. من تكلم أسته كنا قومه تكلم فيل أسته مفعول به. أسته كنا أسته أسته كلام. كنا قومه كنا من ريما كنا قومه أست من هذا الشيء الذي يجلس عليه الإنسان أسته. كلام يكلم تكلم منه جرحه. ذلك الشخص يكون مخزيا يكون في هوان اذا جرح أسته رماه قومه رماه قومه هو فر وجعلوا رما على أسته هذا يكون في جزم بذل اذا رماه هوينا اذا رماه سكتت هوا يهوي والنجم اذا هوا اذا رماه هوينا هوا هوايا هوا هوا دا هواينا إذا رماه هواينا سكتنا فذلك الشخص إنما يكون في خزي وذل الذي تكلم أسته بكنا قومه وهو كان يفر فإن تبغضون بغزة في صدوركم أبغض يبغض إن تبغضون بغزة من بغزا بغزا في صدوركم ان كان بغض في صدوركم بالنسبه الينا غصنا اسن فانا جدعنا منكم وشرينا صحيح جدعنا منكم ہم تمہارے ناکوں کو کاٹا ہے جدع انفه فانا جدعنا منكم وشرينا وقطعنا شرع بناو قطع قطع جدع بناو قطع فانا جدعنا منكم یعنی انوفكم وشرينا وشريناها وشريناها وشر البيع يعني قطعنا شيء من قطع من قال شيء من بيع بيع نا كاٹ کے بیچ دیا ونحن غلبنا بالجبال وإذها نحن غلبنا عليكم بهذه الجبال بهذه الجبال بهذه الجبال بإذ الجبال صحيح إذ الجبال بإذ الجبال وإذها ونحن ورثنا نحن وارثونا غيسا وبدينا هما رجلان نحن ورثتو غيس نحن ورثتو بدين بدين رجل غيس رجل يعني هؤلاء كانوا يعني من الباسلين من الشجعان نحن ورثتو وأي صنايا المجد صنايا جمع صنية المكان بين الجبلين مكان بين الجبلين وأي صنايا المجد لم نطلع لها نحن اطلعنا على جميع صنايا المجد اطلعنا على جميع صنايا المجد وأنتم غضاب وأنتم غضاب تحرقون علينا وأنتم غضاب تحرقون تحرقون يعني قلوبكم تحرقوا علينا ماذا نفعل وأي صنايا المجد لم نطلع لها وأنتم غضاب تحرقون علينا لعمرك ما أخزى إذا ما نسبتني لعمرك ما أخزى ما أنا ما أخزى إذا ما نسبتني إذا لم تقل بطلا علي ومينا ولكنما يخزى إمرؤن تكلم أسته كنا قومه إذا رماه هوينا فإن تبغضون بغزة في صدوركم فإنا جدعنا منكم وشرينا ونحن غلبنا بالجبال وإزها ونحن ورثنا غيسا وبدينا وأي صنايا المجد لم نبتل لها وأنتم غضاب تعرفون علينا موتوا بغيظكم